أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم. رمضان كريم، عاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات والأمل. برنامج فريق الأمل في موسمه الجديد لهذا العام وفي شهر الخير، إذ نلتقي بكم. محدثكم محمود أبو العباس من بغداد مباشرة، وبرفقة الفنان الكبير قاسم الملاك والفنانة القديرة التي رافقتكم في السنوات الماضية الفنانة آسيا كمال، في هذا البرنامج الذي يعد الآن واحد من البرامج المهمة التي تعتني بهموم الإنسان العراقي وتعتني بهموم الناس. هذا البرنامج فريق الأمل الذي عملنا به بجهد كبير، حاولنا دراسة الكثير من الملفات التي قدمت عن حالات إنسانية، حالات لا يمكن استثناء واحدة منها. حقيقة هناك ألم كبير، هذا الألم الذي يكتظ به العراق في كل محافظاته، وقد عجزنا أحياناً أن نميز بين ملف وملف آخر، ولكن هذا لا يفت من عض المجموعة التي اجتمعت وقررت في أن تقدم هذا البرنامج، برنامج فريق الأمل الذي يعد الآن مؤسسة عملاقة في دراسة الهم العراقي. أنا أعتقد أنه من خلال رصدي للكثير من الحالات التي شاهدتها في الكثير من محافظات العراق، وأنا ممثل، والممثل أحياناً يتمتع بحساسية تختلف عن مقدم البرامج، هذه المرة في برنامج حياتي يومي، من خلال مشاركتي في هذا البرنامج اكتشفت أنه الكثير من حالات الإنسانية التي يعني تدمي القلب وتدمع العين. حقيقة تألمت كثيراً حينما شاهدت من خلال جولاتنا المتكررة في الكثير من المدن العراقية لاختيار الملفات التي تستحق أن تناقش، فكان لنا برنامج فريق الأمل، هذا البرنامج الحياتي اليومي الذي يعتني بهموم الإنسان العراقي، بهموم البشر الذين يعيشون على هذه الأرض. حقيقة أنا لا أريد أن أطيل، ولكني سأنقلكم إلى هذا التقرير فلنشاهد. أنا أقول نختار الموصل. أنا وياك، لأنه يعني من أكثر المدن تضرراً هي الموصل، يعني جانب الأيمن يمكن حدثتينا عنه كثير. أي فعلاً، إحنا العام كان تجربة بالأيسر، رغم أن الأيسر ما صار بها قتال مثل الأيمن، فأكيد الموصل بالذات الأيمن تستحق أنه نأخذ منها حالات. صح صح، عندنا فايلات كثيرة، ولكن أيه. أنا أعتقد أكثر حالة ممكن أن يعني لفتت نظرك؟ أي والله، لأنه مستعجلة وتخص طفل. أي، وهذا الطفل الحالة أثرت عليه في النطق وبالتذكر. شو اسمه؟ اسمه عبد الرحمن رائد، مضروب طلقة برأسه منه وطالعة منه من الجمجمة. ذكرته طاري هذا التقليد. شو قد عمره؟ 13 سنة. يعني من خلال هذا الطلب والتقرير حتى وضعهم المادي تعبان كلش. صح، يعني فعلا محتاجين مساعدة.
الانطلاقة إلى الموصل كانت تمثل الخطوة الأولى لفريق الأمل. كانت هذه الخطوة تجمع بين الحماس كونها أول انطلاقة والخوف من وضع ما شفناه قبل. بس نسمع عنا بنشرف. خاصة إلي آني كونها الزيارة الأولى بعد سنوات طويلة. آسيا معقولة هذا؟ هذا الناس قد كان أكو بشر، أطفال ونساء ورجال، معقولة يعني؟ لا لا مستحيل، يعني فوق الخيال. حياة كاملة كانت هنا. أنا كنت هنا أسكن بفندق آشور، أجي أتمشى. أنا عبر هذا هذه هنا أنا حتى أصدقاء عندي جماعتنا اللي بالكلية. شنو؟ كارثة؟ لا 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 كارثة. ايش قد بكون استحشر جو هاي الأطفال؟ حلو معنا الصدمة كانت كبيرة، ما شفناه كان أكبر من مخيلتنا. مدينة مدمرة بالكامل. محمود تعليمي ما قدر سيارة، ما قدر ما شي مو طبيعي. ما بيها معلم واحد ممكن أن نعرف إحنا وين وبأي جزء من هاي المدينة. وكان النديم إنه بهاي اللحظة هي الدموع، الدموع فقط اللي سالت بلا وعي. الخطى تسير بينا على ركام، ورائحة البارود والجثث الموجودة تحت الأنقاض تسكم الأنوف. العيد ممنوع والفرحة ممنوعة والخير ما شفناه يا دنيا. لكن كان لابد أن نوصل إلى هدفنا وهو معرفة عنوان بيت أبو عبد الرحمن. الوصف هو هذا الشارع قاعد أبو عبد الرحمن. يعني تسألين من هالسبب؟ هسه خلينا نشوف. ماكو أحد، الدنيا كلها مفلشة إلا نادر. مو مقبول بس. ها؟ لا قاعد هو بيته هناية. بيته هناية قالوا لنا بهذا الشارع. نهايته؟ خلينا نشوف. ولا هذا كله مفلش؟ في اكو منظمات شيء اكو بلكي احد فرق من الشباب. اي من الشباب نساله. هو قالوا اكو فرق منتشره بالموصل. اي اي شباب ومتطوعين جاي يحاولون اعمار يعني بعض الاشياء البسيطه على بعض الشوارع. حتى واحد هسه قال لي اكو عندهم بواحد من الشوارع حافرين ابيار مال مي، طلعين مي من الارض. آه هذول الولد لابسين أصفر في شيء متطوعين يطلعون بالتلفزيون. أنا شايفهم هذول الولد قاعد يقفون. أكيد صاروا فترة يفترون ينظفون يفتحون طرقات يفتحون أزقة. يعني نسأل بكر. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونكم علي؟ شلون صحة؟ هلا قلبي شلونكم؟ هلا حبيبي شلونك؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أبطال أبطال. جهودكم طيبة ورائعة، يعني هاي مدينتكم بالنتيجة ومدينتنا طبعا. يعني احنا عندنا أكثر من حالة بهذا البرنامج الكريم أستاذ آسيا بعض التفاصيل. احنا بندور على بيت عائلة، بيت أبو عبد الرحمن. الوصف اللي أخذناه بس إنه بهاي هذا السكان
بس يعني انتم من زمان بالمنطقه؟ من زمان احنا من بلشت يعني من بلشت عمليات تحرير بالايمن احنا متواجدين هنا بين عبد الرحمن ابو عبد الرحمن ابنه مضروب براسه صغير عرفته بيتهم يمكن تقريبا قريب منا اذا نرافقكم يا والله يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت السلام عليكم عليكم السلام اهلا بس على كيفكم ست لين هنا تقريبا كل شيء انه شوفين الحجر انه قايل للصفوت هاي شو يسموها هاي ام القناطر ام القناطر مع الاسف راحت هي البنت عارفه المكان مال اي تبع عبد الرحمن اي تندله بعيد لا لا هذا البيت هذا البيت الاحمر هذا هنا يعني هم البيت تبع بابهم هذا بيتهم اي هذا بيتهم الباب اليسرى الباب الاحمر اي اليسرى اي لان المنطقه انه موزعه انه موجودين تقدر تفوت نقدر فوت اي اكيد هو في تقدر بس فا زحمه طبعا هم يتوقف طبعا هي يعني اللي عندك كذا 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 فوقها بيتها اصلا هذا مو ملك هذا البيت ايجار صمحوا اطفالهم استغفر الله زين بالحال احنا شنو اذا ما لقيناهم ما زين احد يعرف تليفونهم تليفونهم عندكم ممتاز اذا التليفون عندهم ما استاذ محمود اخذه اي حتى نكتبه زين الو السلام عليكم ابو عبد الرحمن اي نعم احنا من فريق الامل نعم جيناك احنا هنا الجانب الايمن ما لقيناك فجماعه الفرق المتطوعين قالوا انت بالجانب الايسر هسه اي نعم نعم اي وين بالضبط حدائق الحدباء جامع المصطفى اوه شكرا شكرا يلا ان شاء الله جايك يعني مع الف سلامة شكرا جزيلا الله يعطيك يعني العافيه عين سفيان عين حبيبي للجانب الايسر تمام يروح الحدائق الحدباء جامع المصطفى اي عند الجامع المصطفى توكل على الله السلام عليكم مرحبا شلونك حبيبي شلون صحتك زين ان شاء الله مزارع الحدباء هذه ها أي. جامع المصطفى وين جامع مزارع الحدباء من السايدين مال الحدباء منك اي ما منا هذا العرقوب العرقوبه وهناك في اكو جامع المصطفى يسمونه اي جوا بالمزارع جوا داخله اي ممنون تقدر توصلنا الله ممنون حبيبي
خلنا نسأل هذا. سلام عليكم. سلام الله وبركاته. بلا زحمة جامع المصطفى وين؟ هذا جامع. ها إيه. شكرا عيني شكرا. خلنا نسأل. هذا لو هذا؟ كن هذا؟ إيه هذا هذا. خطار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي العزيز الله يحفظك الله يرضى عليك. أبو عبد الرحمن. على عيني وعلى راسي. شلون الصحة؟ السلام عليكم. أستاذ محمود. على عيني وعلى راسي الله يحفظك. سلام عليكم. تفضل استريح. يا الله يا الله. السلام عليكم. هلا ليش ليش قلبي ليش حبيبي ليش ماماتي ليش تبكي؟ تعالي تعال تعالي مش تعال اعطيني بوسه اعطيني بوسه اعطيني بوسه. لا تبكي كافي لا تبكي كافي كافي. ليش تخاف حبيبي؟ لا تخاف. ليش تبكي؟ ليش قلبي؟ يلا تبكي امي. بس دي بقى الراس دي لا ادري ادري. تعال 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 تعال. على اخوك ما في شيء بالبلد سبع لازم تضحك. عبد الرحمن رح نحكي كل شيء كل شيء نحكي زين؟ دير بارتش على راسك. ادري شبي عبد الرحمن. عبد الرحمن يوم 3/5 احنا كلنا براس الكور طلعنا نجيب خشب نطبخ بالتلكاية على التلكاية نطبخ طلعنا نجيب خشب من فوق فهو سبقني فيطلع الدرج يصيح يا حي يا منجي يا الله يا حي يا منجي يا الله. صعد السطح على السطح خشب احنا ما كان اكو يعني قصف ولا كل شيء يعني نختار وقت الصبح ما هدوء تقريبا فسبقني هو جاب لي اول وجبه مع الخشب بدات اكسر بديت اقرب سوره الكهف فقام يقرا معاي صرت ان جعلنا ما على الارض صعيدا جرس سكته هو رجع كمل ثري وحافظه هل اثناء يعني كلمه جرزه ما كملها هل اثناء جت طلقه كانما شلعت قلبي من مكانه اسوء عبد الرحمن يا عبد الرحمن ممض البلاوث اجي اشيله شحن افيده من هون من هون ومخه طالع اشيله اريد انزل بعد ما اقدر اريد انزل حبالك واحد مسك رجلي قلت له يا ربي انت وانت انت خلقته وانت تكفله انت هذا عبد من عبادك يا ربي انت تكفل بس وصل لي وسلامات والحمد لله والشكر وصلنا سلامات بالمطار سيارات ماكو قصف سبحان الله بهذاك الوقت اشتد القصف طلعنا بالمطار مال الدواعش الله سهله يعني طلع بالمطار طلع جيراني معي الله يرحمه هم توفى شاله وقال لي عمو انت رجعنا انا اودينه قلت له ما يصير طلعت انا ركبت ركض الى المستشفى الجمهوري من راس الكوره الى المستشفى الجمهوري انا واخونه وصلنا والله على خيطون بعد بهاي المكان اصي عبودي اش عبودي بس يديغوا عيونه ما يبكي هذا الشنقال مال الخيط يفوت ويطلع ولا على بالك هو كان يعني مغمى عليه ما اغمي علينا ابد ما اغمي صاحي وما تقل ما قال ابد فما ايه. تحرك بعدين بالتقريبا بال 12 حالونه على ايش اسمه اللي على المستشفى الجمهوري داخل على الجراحه العصبيه من شافوا دكتور ياسر طاقه قال لي اقول لك كلمتين هذا الطفل اما يعيش واما يموت قلت له اللي خلقه هو يتولانه اللي نجانه من هنا الى هوني هو ينجنه والباقي بيده وهذا عبد من عباده قال لي هذا توكل على الله والله بعد بساعه ونص العمليه صح منه ابو عبد الرحمن قلت له نعم قال لي الحمد لله يعني طلع مرحله الخطر قلت يا ربي احمدك واشكرك حتى ترضى سجدت لله سبحانه وتعالى وانا مقصر مع الله سبحانه وتعالى يا رب ان هو كلامي فيه هو وحيدك عندي احمد وقبل توفى عنده فتح صمام قبل الاحتلال بايام من دليل بغداد سبحان الله هم يعني نجح في العمليه ماله سوء تنفس توفى يوم جمعه يعني بعد العمليه نجحت العمليه ماله زين واحمد احمد لا مواليد 91 موجود يعني موجود الحمد لله هذا عبد اي وعندي ثلاث بنات هذه معوقه وهاي صفه وعندي
مروة سبحان الله من القصف. مروة من القصف هذه صار عنده وسواس. مروة إيه؟ سادس علمي. بالخامس من عفت وبالرابع عفت. هي وصلت السادس سبحان الله ما الأمور اختلفت بعد 3 سنوات العجاب. بعد ما تصور الشارع صار عنده وسواس بقى. يعني احنا شفناكم بالتلفزيون. شفنا. مأساة والله مأساة. اخوي العزيز بس والله حسي ما تحملنا. والله اكلنا خبز المقطن وخبز الماي المدود. والقرصة ايه القداتي ها تعملها ام احمد بالتنكاي نقصها بالنص. هاي نفطر عليها نص ونص نسحر عليها. يا الله احنا هم نريد ناخذ من وقتكم. ونشوف وضعنا شلون. وان شاء الله هم نجي نبشركم. ان شاء الله. يا الله. يعطيكم الصحة والعافية. زهراء. زهراء حبيبتي كل عمرها 19 سنة. حياتي زهراء. يلا على راحي اعطيني بوسة. يلا حبيبي. يلا حبيبي. بوسة العمل. يلا مرحبا. عمو دير بالك. الله يحفظكم. ويستر عليك. يلا مع السلامة. مع السلامة. ممنون منك أستاذي العزيز أمتك. الله يرضى عليك إن شاء الله. يحفظك. مع السلامة. إن شاء الله. الله يحفظك. إن شاء الله. زهراء سلام بابا. الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة عبد الرحمن. اهلا وسهلا حياك الله. تفضل. الله يحفظك. شكرا جزيلا. والله دكتور احنا من فريق الامل بقناة الشرقيه وعندنا حاله طفل من سكان الموصل باحداث داعش تعرض للاصابه بالجمجمه عن طريق رصاصه قناص فاحدثت فجوه في الجمجمه. المهم الطفل يعني اللي شفناه احنا ألمنا كثير لأنه المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذا الطفل من يتكلم أو من يبكي ينفعل تحس الدماغ يطلع لمنطقة الجلد يرجع مرة أخرى. وطبعا هو بذيك الفترة يقال أنه ضربه تقريبا بحدود 150 أبرة ومعالجي بشكل بدائي يعني عن طريق الخياط فقط. احنا طبعا فتحنا ملف وجبنا يعني المفراس ماله وبعض المتعلقات. نتمنى يعني تشوف لنا حال ان شاء الله. سهل ان شاء الله. الظاهر هم بس مرتقين يعني بس ترتيق يعني في الجرح وخياطه. نعم. فهذا صراحة يحتاج تداخل جراحي اللي هو حتى نمنع التصاق فروة الرأس والجلد بالأغشية السحائية. نعم. وبالتالي ترميم عظام الجمجمة. العملية تحتاج بعض المواد التيتانيوم نش وإن شاء الله سهلة. يعني أولاً الله يبشرك بالخير. نشكرك جداً على حسن استقبالك وضيافتك ونتمنى يعني لك التوفيق دائماً. بالمناسبة نبشر جماعتنا فريق الأمل اللي معاي هو الأستاذ الفنان الكبير يعني يمكن تعرفه وتربيت عليها أيضاً من طفولتك. الفنان قاسم الملاك والأستاذة والفنانة أستاذة آسيا كمال معانا طبعاً بالتأكيد وفريق العمل. الله يسلمك دكتور. الله يحفظك. شكرا.
الو ها استاذ قاسم. ها حبيبي. اي يعني الان مع الدكتور اوارا طالباني. اي نعم هو اللي راح يقوم بالاجراء العملي. طبعا قال العمليه بسيطه ممكن ان تنفذ بالعراق عندنا او ببغداد او بالبصره. الحمد لله يعني إن كل الثقه انه باطبائنا وخبراتهم الرائعه ان شاء الله. الله ييسر امره. دمار حقيقي، أكيد دمار حقيقي. ربما ما نشاهده في التلفزيون هو أقل بقليل من ما نشاهده بالواقع. حقيقة مدينة كأنما ضربت بزلزال 8 درجة ريختر، مدمرة عن بكرة أبيها. تساوى الحجر مع الأرض. هناك مشاهد خلف الكواليس لم ترصدها الكاميرا جيدا لأنها مؤثرة ومؤلمة. رجال كبار في السن، هؤلاء الرجال الكبار في السن حينما تلتقي بهم تشعر بعجزك أمام أي حل، أمام أي قضية ممكن أن تقدمها. واحد منهم كان جايب بيده، أتكلم بالشعبي يعني، بيده تشيس ومعاملة وبيها الصور مع البنت. جابني جرني من إيدي وقال لي هاي هنا مدفونة، أريد أنا بس يومية أروح يمها أقولها بابا سامحيني أنا ما أقدر أنقلك المكان ثاني، لأنه كل المدينة يعني مدمرة، الحجر متساوي ويا الأرض، بحيث تشاهد أشياء عجيبة غريبة. يعني من ضمن الأشياء أنه هناك جثث ما زالت تحت الأنقاض، الرائحة تسكم الأنوف. لم يكن هناك أي إجراء حتى يحاولون أن يغيروننا. رجل مذهول أيضاً عمره بالسبعين سنة، من قالوا له هذول فريق الأمل، قال شنو يعني فريق الأمل؟ أكو أمل؟ ليش ما يقدرون يسوون لنا شيء؟ وبعد ما تحدثت وياه وجدت أنه ملفه أكثر صعوبة واكثر تعقيدا. هذا الالم الحقيقي لا يمكن ان نحن الممثلين نتصدى له على المسرح، لان دراما الواقع صراحه هي اصعب واكثر تعقيدا من دراما ما نقدمه في التلفزيون او المسرح او بالسينما. المهم الفريق انقسم الى فريقين. الفريق الاول المكون من محمود أبو العباس وآسيا كمال ذهبوا إلى المستشفى لمعالجة الطفل عبد الرحمن، وحقيقة كان استقبال الدكتور أوار زنقنة هذا الرجل المتخصص بجراحة الجمجمة والعمود الفقري كان رائعا جدا في أن يستقبل هذه الحالة، التي حينما سألناه هل هذه الحالة تستحق السفر إلى الخارج لأنه الشرقية عازمة على إرسال هذا الطفل وإنقاذه، فقال لا، سيكون الحل عندنا هنا في هذه المستشفى لأنه فيها مستلزمات كثيرة لتقديم الخدمات الطبية المناسبة. أما الأستاذ قاسم الملاك فكانت له مهمة أخرى ستتعرفون عليها، فلنشاهد. مرحبا ابو احمد، شلونك عيني؟ ابو احمد، ابو عبد الرحمن، كلهم ترحب. اهلا اهلا. مرحبا.
مرحبا. هلا زهراء، شلونك؟ تدرين اشتاقيت لك؟ يعطيك العافيه. هلا حبيبتي. فيكي عبد الرحمن، شلونك؟ هذا منو الشاب الحلو؟ هذا عبد الرحمن الاشقراني مالتنا. قلبي 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 اشتاقيت لك. شلونك؟ زين؟ يابا اني اريد ابشركم. الله يبشرك بالخير ان شاء الله. استاذ محمود وده راح للطبيب وحكى له على حاله عبد الرحمن وقال بالامكان نسوي له علاج حلو ان شاء الله. زين وباربيل. فهسه انا جايه وين اخذكم؟ الاربيل. كل شيء ما راح نسويه. نعم ان شاء الله. إن شاء شويه دهن واشعه. اي الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ان شاء الله وان شاء الله يتشافى ويتعافى وتقرين عينك بحبيبتي. حبيبي الكادر يا رب. ما نريد دموع بعد، نريد فرحه ان شاء الله. ربي لا يكرب قربكم يا ربي. يلا تتحضرون حتى نروح وين؟ الاربيل. هو ايش نفسه ياكل؟ كباب. وشنو وياه؟ شربت. يلا بصايته كلنا راح ناكل كباب وزبيب وشربت. يلا دخل دخل. انت رايح المراجيح؟ رايح لي كباب مال الاربيل. انت رايح؟ يلا تقول لي يا ريت كباب. جيبه. شو تريد؟ كباب. كباب حبيبي. اوف 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 دم بوسيله حبيبي قلبي. الله يرضى عليك حياتي. يلا اترككم تهيئون ونروح ونونس لعبد الرحمن. يلا يلا اطلع مع عمي هسه. يلا 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 خليك ويا ماما. انا انتظركم برا تهيئوا حتى نروح. يلا ماني من تجوع. شو وقت ناكل كباب؟ هجموا الدنيا بس على الخراب وطلعوا. الفنانة آسيا كمال هي من توجهت للموصل بعد تقسيم مهام العمل بين أعضاء فريق الأمل، وتولت عملية نقل عبد الرحمن وعائلته إلى أربيل للبدء برحلة العلاج. السلام عليكم. شلونك استاذ؟
جبت لك البطل. شلونك؟ يلا يابا، يلا زهراء، يلا 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 ابو احمد، يلا عيني يلا. على الفور تم استقبال عائلة عبد الرحمن وادخالهم الى المستشفى من اجل بدء العلاج والتحضير لعملية ترميم الجمجمة باسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من وجود حجز فندقي للعائلة إلا أنه عبد الرحمن أصر أن تبقى عائلته وياه بالمستشفى والمبيت معه بسبب الخوف الكبير اللي كان يعاني منه عبد الرحمن. هو يختار جراج مال حلويات، هو يختار. يلا ايش عاجبك؟ ايش مشتهي؟ اشتري لي بيها. تحب هاي؟ هاي يلا هاي كلها لك، ما تنطيها حتى تاكل، حتى تاكل الليل كله منهن. احمد ياهم دكتور لك اياها يا حبيبي. شنو؟ تفضل. تفضل. اهلا دكتور، شلونك؟ شلون صحتك؟ هاي 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 هاي. يلا بعد شنو؟ لا تمشي، يلا خذوا. يلا حبيبي. وهذا هنا هذا النينجا، سامع بالنينجا؟ اي اليوم ينامون واحد منا واحد منا. شلونك؟ لا تمشي لا تمشي. شو اسمك؟ عبد الرحمن. المرهم طيبة إن شاء الله. هذا إن شاء الله ندهنه مو زين، هذا ترتاح عليه إن شاء الله، هذا وجع الراس ما يبقى عندك إن شاء الله. إن شاء الله. بس لازم نأخذك صور لك بالأشعة. أشعة مثل ذاك الأسبوع، مو ذاك الأسبوع. أخذت الشعة؟ بالي بالي، أنت من تبكي إحنا ما راح نفتهم من الدكتور، أنت مو ذاك الأسبوع أجيت أخذت أشعة حبيبي؟ بالي نفسها باشر الصبح، لأنه لا تدري إيش نومك، لأنه ما يصير تاكل كل شيء بالبيت، هم ينطوك أكل خاص ويصوروا لك أشعة مثل هالكاميرا بواعها من بعيد، وعمو ينطيك الدكتور دواء تروح ويا ماما البيت تمسح لك دهن، خلصنا. هاي بس نظام المستشفى لا تمتبات ليلة، ماما يمك حبيبتك، هاي احنا يمك. ايش تريد امك لو ابوك؟ ماما تبقى يمك. ماما تكون يمك ان شاء الله. حبيب. لازم تفرح، ماكو عمليه، الدكتور قال ماكو عمليه ما يحتاج. ان شاء الله سهل. بس دهن. حبيبي. تبقون يمك ثلاثتهم؟ هذا خلاص صرت مأنيت؟ انتهينا تمام. تسلم دكتور تسلم. يلا احنا نستأذن. شكرا دكتور. منون هلا. يلا احنا نعوفكم سلامة. نعوفكم سلامة. يلا جيبوا الأغراض. ها يلا يلا مع السلامة. مع السلامة. هسه يبقون بعدين. تعالوا يا واحد وخلي لا هي تجي هي. أنا اللي أحجي. يلا هاي عافت جنطة إيدها يانا. هاي جنطتها، هاي جنطتها بروحها. يلا اعطيني بوسة. بوسة عمي، بوسة عمي. يلا حبيبي. يحفظك يا عمر يا رب. حبيبي حبيبي. أريد مال رجال. مو تاكل كل الناس تلات عوفي الباشر. بدوة بدوة حبيبي. يلا نشوفكم خير. مع السلامة. السلام. مرحبا. شلون الحلو؟ هلا 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 قلبي. شو جبت لك؟ هاي وحده. احنا وين نعلقها؟ شو اصبعك لا تطير منك. الله
وشلون اليوم؟ بطل. ايباد حتى تطلع العاب ومضوج. العب فيها عبودي. شوف 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 شوف. جابت لك. شوف شوف شوف. الله. هسه احنا شو نسوي؟ نفعله وننزل لك برامج والعاب. حلو؟ فرحت؟ حبيبي؟ قلبي. حياتي. زين. احنا هسه لازم شو نسوي؟ نخليه بالشحن لان ما بيه شحن. تمام؟ هسه اشتعل. شوف. هسه احنا. يلا. وين الشاحن مالته؟ هذا الشاحن مالته. يلا الزم شويه. افرح افرح افرح. الله. راح يفتح. انشغالنا اني والفنانه اسيا كمال مع عبد الرحمن بالمستشفى هو اللي خلانا نكلف الفنان قاسم الملاك بمهمه اخرى، وهي ايضا مهمه ضروريه جدا للعائله من اجل انتشالهم من الحاله المزريه اللي كانوا يعيشون بها، الا وهي التوجه الى الموصل وايجاد بيت يليق بهم ويوفر لهم حياه كريمه. يا الله. سلام عليكم. شلونكم عيني؟ شلون الصحه؟ هلا بيك يا هلا. مرحبا. هلا بيك. هلا بيك. شلونك حجي؟ هلا 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 اخويا. هلا بكم. شلونك حجي؟ هلا. شلونك؟ شلون صحتك؟ شفناكم وقلنا نقعد يمكم. هلا بيك. استريح استريح اخويا. استريح استريح. يا الله. استريح استريح. استريح اخويا. استريح. خليهم خليهم خليهم. الله بالخير. الله بالخير. شلونك؟ شلونكم؟ الله يخليك. الله بالخير. اشتاقين للموصل وجينا. هلا بيك. هلا بيك. الله يسلمك. هلا بيك. شلونكم؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يبارك فيكم. يا اخوي احنا اخوان. عرفتوا استاذ قاسم. الله يساعدكم. الله يساعدكم. قاسم الملاك. الله يخليك. اشكرك. تسلم تسلم تسلم. الله يخليك. زين. شكرا جزيلا. بس احنا مر على هذا الدلال. هذا الدلال هنا. هذا هنا مو اي هذا هنا قريب قريب هنا. هذا 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 بصفنا. هذا اي هذا هذا شكرا جزيلا. مقابلك هناك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فرصه سعيده. استريح استريح استريح. مع السلامه. في امان الله. طبعا مهمة الفنان قاسم الملاك ما كانت سهلة بسبب شحة البيوت المعروضة بالجانب الأيسر من الموصل، إضافة إلى حب الناس للفنان قاسم الملاك اللي أعاق حركته بصراحة بشكل كبير. يا الله. الله حيو. السلام عليكم. شلون الصحة؟ هلا أبو الأستاذ العزيز. يا شلون الصحة؟ قدير. الله يخليك ويسلمك. مرحبا. استريح استريح. يا الله. شلون صحتكم؟ بارك فيك. الله بالخير. الله بالخير. اشتاقين للموصل وجيناكم. الف هلا بيك. تسلم تسلم. شلونكم صحتكم؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويعزك ان شاء الله. احنا مجموعه فريق الامل التابع للقناه الشرقيه. نعم. اجينا بمهمه انسانيه. جينا ندور بيت الى عائله مستحقه. هاي العائلة ساكنة بغرفة صغيرة بجامع وعندهم طفل تأذى بأثناء الأحداث، فنريد ننقلهم البيت والشرقية تتحمل كل مصاريف البيت. هل يتوفر عندكم هذا البيت؟ والله إن شاء الله. حتى لو ما يتوفر أنا أوفر. والله والنعم منكم. بأي صورة كانت. والله دام العمل إنساني وبضمن هالاتجاه وقناة الشرقية احنا نخليكم على راسنا. وانتم شرفتونا بجيتكم. الله يخليك. الشرقية معروفة يعني. الله يخليك. ما يعني ما احنا اللي نقول ولا هذا، كل الناس تحكي يعني. قناة الشرقية قناة محترمة، قناة تساعد المحتاجين، قناة الشعب، قناة الشعب العراقي كله، ما كل ضيافة. الحمد لله. الحمد لله والشكر يعني. انتم جيتوا يعني مثل للمكان المقصود ان شاء الله.
وهذا البيت ان شاء الله موجود يعني موجود ان شاء الله وموقعهم يعني قريب من يعني من وين بيا مكان صاير بارحة بصت فعلهم جاي الحمد لله موجود بالتقاطع مع السومر بيت يعني نظيف وان شاء الله يليق بكم ويليق بالاسره الجايه المحتاجه يعني نقدر نشوفه حتى نتفق على كل التفاصيل ان شاء الله نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله التفاصيل وان شاء الله تشوفوها وترضون عليها شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا يا اهلا ومرحبا يا هلا بكم هلا باستاذ قاسم يا الله سلام عليكم هذا البيت مو يا يلا 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 تفضل تفضل السلام عليكم السلام عليكم شلونك هاني شلون صحتك زين ان شاء الله هلا بالاستاذ شلونك نريد ناخذ بعض الشغلات باوينا لا 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 محتاجين والله ثلاجة تلفزيون طباخ هذا المتوفر حاليا متوفر عندنا ثلاجات الانديس التركي تصميم ايطالي هذا اللي قال اذا ملون طباخ اذا تريد هذا الطباخ هذا بوري ايطالي شب مصري نوعيه زينه مضبوط ضمان 3 سنوات ضمان بي 3 سنوات والثلاجه 3 سنوات ضمان بس الله ما قصر بيت جديد ومجهز بأحدث الأثاث والكهربائيات وبالعافية على بيت أبو عبد الرحمن طبعا بالنسبه للطفل عبد الرحمن كان لابد ان نوفر له الجو النفسي حتى يتقبل موضوع العمليه مو سهله وبنفس الوقت هناك عزم واصرار من قبل يعني فريق الامل ان يشجعون هذا الطفل يشجعون عائلته حقيقه على ان تكون هذه العمليه اسلس مما هو يفكر لأن هذا الطفل مجرد أن أدخل إلى المستشفى شعر برعب كبير وكان يحتاج من عندنا الكثير من الاسترخاء إحنا طبعاً صرنا قلب واحد أهل الطفل وأيضاً فريق الأمل وصرنا عين واحدة تنظر بأمل لأن هذا الطفل يعود إلى الحياة بشكل طبيعي وعين واحدة تدمع حينما أحسسنا بأنه هناك مفاجآت كبيرة حصلت أثناء
العملية التي أجريت لهذا الطفل، فلنشاهد. حبيبي هسه راح نروح للمختبر هنا، ياخذون دم منا قليل حتى يسووا لك الفحوصات مالتك، ماشي حبيبي؟ فانت اريدك تكون شجاع، مو تقعد تخاف لي من التشكة، وهذه كلش بسيطة. يلا هذا البطل، هذا هذا البطل، هذا السلام عليكم. السلام. مرحبا، شلونك؟ حبيبي. هلا حبيبي، احنا عندنا بس الفحوصات مالته، يمكن الدكتور خبرك عليها على حالته. ها حبيبي، تقريبا كم عدد الفحوصات؟ يعني الفحوصات عندنا سي بي سي، البلو فالولو جي اس ار، بي تي بي تي يورينال فانكشن، اند فاستين بلاد شوجر. اديك لنا كهنا، ها ها هي عباله متخربطت. يلا عيني يا ابا عبد الرحمن، طلع بطل. اي لا بكى ولا كل شيء ولا هاي اثاري، وكان كل هذا يدلع علينا، دلع الحمد لله. ها اقول طلع يدلع علينا، لا بكى ولا كل شيء ولا هذا. قعد الولد سوى الكانولا، سحب له بالسرنج، العفو سحب له دم، ولكن يضحك وهذا ويسولف وياه. هو مذاك دبدوب شويه، وهذه هو يمكن على هاي قام يضحك. سلام ورحمة الله دكتور، مرحبا، شلونك عيني؟ الله يسلمك. الله يبارك. هلا عبد الرحمن، شلونك؟ صحة زين ان شاء الله. اقول لك حبيبي عبد الرحمن، انا بعد حكيت وياك تهمنا الموضوع، بس افحص صدرك اوكي، بس اقول لك فحص مال دم واحد اوكي. ما هاي زبالة يا زين الله منا هم أضع لك صدرك، يلا نفس كلش عافية. جاي قحه ما عندك حاليا؟ تفضل حبيبي تفضل. سوي هذا نزل فيها تمام، تفضل خذ راحتك. جاي ما في مشكله اوكي. ما شفت بحجي شيء ولا حاجه.
العمليات راح شو نسوي؟ شوف هي مو عمليات بس احنا نشتغل بصالة العمليات لان بيها الجهاز. نخيلك كان لهنا ندفع مادة ملونة زين، فاذا انا ما متاكد من فحوصات الدم مالتك مشكلة، واني اقرا هناك وياك اعرفك في سبيل انت تكون امورك زينة ابقى وياك. بجي بتعرف عليك حتى من تجي تشوفني جوا لا تخاف. هو دكتور بطل بطل جوا جوا من راح تجي تشوف تشوف عالم تسوي عمليه بس هذا ما له علاقه بك. احنا الجهاز اللي نسوي الفحص للاسف موجود داخل صاله العمليات. انت بالفراس الملون. اي بس هذا الجهاز شويه خاص ما نقدر نطلع برا ما يطلع. اوكي؟ فنضل نسوي هناك بس لازم تفوت صاله العمليات لازم شنو؟ لازم مثل المرضى اللي يسوي عمليات تلبس بدله مال عمليات زرقاء. اي ما يصير تجي تفوت العمليات. بس هذا. يعني اذا تجي سؤال عندك اسالني. جزء اللبسه دكتور مال كره قدم ذاك تشين هذا مال ميسي ويدخل لازم عقله يا اول شيء بعدين ما يصير. ما عندك اي سؤال؟ اسال. ما عندك سؤال للدكتور؟ لا هو ما يخاف ما يخاف. تمت الاحداث شو راح تصير؟ هذا الحكي راح نبلش تقريبا الساعه ب8 اتصور يعني المهندس التكنيك اللي يشتغل الجهاز يوصل هيك وقت للاسف. ان شاء الله انت ما محتاج شيء. ممنونين دكتور ممنونين ممنونين دكتور مع السلامه. روح الحين روح الحين يلا ساعدهم ساعدهم يا محمد. شلون اتعامل ويا امي ويا ابويا ويا اخويا؟ راح اسوي له العمليه الله بس تخافي يعني انت هو منهار وانت تبكين طبعا هو من راح يخاف والله ما بي ان شاء الله لا تخافين عمليه سهله ان شاء الله وما يكون خاطركم الا طيب الله يرضى عليك الله يحفظك والله العظيم شلون اخويا اتعامل ويا اخويا هذا الله يحفظك لا تخافي الله يحفظك دكتور الله يخليك بارك الله بك لا تخافي بس اهدي اعصابك ان شاء الله الله يرضى عليك تسلم حياتي الله يحفظك ابشرك ان شاء الله دكتور الله يبشرك اشكرك ممنون منك ها ان شاء الله يا ما انيتي ان شاء الله يا رب يا ان شاء الله ادعي له قري له قران ادعي له قري له ايات
الشباب خربت المروة. بس شربيها ما يشربي. شربي يا شربي. عبودي ما عبودي ماكش عبودي بس ما عيني خير ان شاء الله ماكو شيء طبق فوق راسي اطباء زينين طيب ريح طيب ريح سوا بس لا بيد 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 آسي بيد آسي أختي ما في شيء محمد قالوا زين سيطروا عليه محمد قالوا زين أي ساعد ساعد محمد خلصنا شلونك قومي خلينا نروح البيت خلصنا اوكي سلامات خلص الحمد لله خلص اوكي ماكو شيء هسه ما راح نخلص كل شيء ما بده خطه اوكي شو دخلت ها؟ رمات اليوم؟ بس أقولي عندها سكر هي؟ ايش تاخذ سكر؟ حب هذا ايش قد صار عندها سكر في الإمارات؟ يعني صار عنده 5 سنين بس عندش عرقها زينة لا زينة هي بس لو بيها خطورة هذه لو بيها خطورة كان على أقل تقدير ما قاعد يعني سلام ساقر جابك قلبي بلطاني بشرب ماكو شيء سلامات إن شاء الله الولد دخل عملية إن شاء الله بس شوية تعبانة شبيه أمه ما في شيء دقعد تشبيك تعبان دقعد ارتاح الحمد لله والشكر اشرب لك شوية مية قصر الجو يعني صار له بحدود الساعة إلا ربع تقريبا الأخبار شلون؟ أخباره ممتازة الحمد لله اطمن يعني شلونك فجيت؟ شفتي أم أحمد عاف شغله وإجا أستاذ قاسم الله كريم يعني والله شغله كل يومكم الله يحفظك إن شاء الله ما تقصر والله ما تقصر قاعدين شوية شغلتي المرة شوية تمرين؟ إي الحمد لله على السلامة ما تقول لي جابك انت وين اقدر اصبر اني هناك وفكر كل يومكم ما تخلص من هالقلب الطيب هذا انت بالله العظيم احنا بنعطيك مهمه وقايلين لك روح خلص لنا اياها وتعال خلصت لا تخاف المهمه هنا الله يبارك بك والله زين سويت يا الله حبيبي ها دعيله طيها الحباية شوية السكر عندها السكر صعب أنا وين تعال أبو أحمد وين الحباية وين ما السكر أعطيها الأستاذة آسيا نص قال الدكتور نص أعطيه نص الخطية من هبطت شوية وصعد السكر مالها ويساعده مو سهلة قاعدين تعال قاعدين تريد تليفون تريد مو احنا جبنا ايباد صغير لعبد الرحمن هي غارت من عندها هاي شغالين مساء جيب ليش تليفون وصيهم الشباب جيبوا هلا ضحكك استاذ قاسم هي تبكي على اخوها تسوي تليفون ابو احمد هسه واحد تعال تجيبه تعال يلا باكر باي
لي اياها حسب ما شرح لي اياها. هلا هلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد يلا كافي كافي يا الله يا الله يا الله بس يعني اريد منك كلمه تطمينيه لهم دكتور الله يسلمك. خلصت العمليه الحمد لله، سوينا لك ترقيه بال شو اسمه الشبكه الانتقاليه والامور طيبه، وان شاء الله بس يفك البنش الحمد لله رب العالمين. كل شيء الحمد لله، كل شيء ما صار خلال العمليه، خلال العمليه لا صار نزف ولا صار اي شيء الحمد لله. يعني ان شاء الله ان شاء الله اكيد اكيد اكيد. شلون شفت الفتحه؟ الفتحه شلون شفت الفتحه؟ والله كانت طبعا فتحه خروج من طلق ناري كلش صايره فجوه كلش كبيره، وصايره تليفات على الغشاء السحائي هذا اللي ماثر عليه بالنطق وماثر عليه، فاحنا تقريبا حاولنا اكثر التليفات و يعني حطينا الشبكه وثبتناها وكبرنا المنطقه المصابه الحمد لله. طب يعني ومنها بس تجي علي للعياده مدى الحياه هذا المريض جميل. بارك الله بارك الله بي الله يسلمك. طبعا لم يقتصر عمل فريق الأمل على فقط تطبيب الطفل وإدخال العملية التي تكللت والحمد لله بالنجاح، والتي أثبت فيها أن هذا الفريق عازم على أن يعيد البسمة أيضا للعائلة نفسها. فطبعا هناك دعوة أيضا في الأمل لبناء الإنسان، هناك بعض المفاجآت سنشاهدها طبعاً، وهذه المفاجآت تتعلق بأن الإنسان لا يقف عند المحنة وإنما يتحرك باتجاه الأمل، لأنه المحنة في أحيان كثيرة تحتاج إلى أن يتصدى لها الإنسان بقوة إيجابية كبيرة بالأمل، فعملنا على دفع الإنسان إلى العمل. فلنشاهد. الحمد لله على سلامتك. مرحبا شلونك؟ عيني الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامه. هلا شلونك؟ هلا الحمد لله على السلامه. هلا الحمد لله على السلامه حبيبي. الحمد لله على السلامه قلبي. شلون الحلو؟ هاي الهدايا لك حبيبي. شلونك؟ شلون صحتك؟ ما شاء الله. شنو هاي مثل ورد نخدون حمر صلوات زين، وهذه يقولون مر لا مر ولا تشي ما بشن العافيه. حبط انك العافيه تزين تزين والله. راح نطلعك احنا اليوم وديك الفندق. وديك الفندق حلو ترتاح، بعدين نطلع انا وياك نشتري ملابس وهذي ونس ونفطر شويه. شنو تقدر؟ تقدر مو؟ والمشي اوكي طويل تقدر تمشي صح؟ تشتري كباب؟ الكباب 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 بس الكباب يضحك. هسه انت تعرف اسمعنا مو صح؟ انا منو؟ عمو منو؟ واني منو؟ عم منو؟ عايشة عايشة مو عايشة 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 حبيبي ما شاء الله. صلوات صلوات صلوات. هذا انا بسوي
السلام عليكم. هلا سريح سريح ابو احمد سريح قلبي الله يرحمه. سريح سريح يا مان سريح يا راس سريحي على التليفون ان شاء الله. احنا الحمد لله كملنا لكم الاجراءات هنا بالفندق. راح نوفر لكم كل ما تحتاجونه، يعني تليفون عندكم، اي شيء تحتاجوه تتصلون. طبعا نبقى يومين هنا نلقاها حتى يرتاح طبعا، وبعدين ناخذ عبودي كل وانتو طبعا نحتفل بعبودي عبودي الورد. ما شو ما انطاني ابتسامه ولا ابتسامه ولا شيء. ها تسوي لنا جدول عمو عمو انت ما تدري بالبنجسي. عمو 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 عمه 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 بس اني واسف تذكرني. احنا نروح للحلاق اول مره. يلا حبيبي اصحى. يا ابو احمد طلع على البلاد. الله عليك ومنك. قبل كان الجهال يقول اطراق الزيان. ها عبودي شو رايك بالوالد؟ عبودي شنو بابا؟ شنو رايك؟ ها زين؟ حلو؟ خلاص عريس عريس. نشوف هذا المحل ان شاء الله. ها عيني ان شاء الله نشوف بلكي لك العبودي شيء حلو. تعالوا انا برايي نشوف القمصان اول. ناخذ له قميص وبنطرون حلوات ان شاء الله. تعرف قياسك ايش قد انت؟ لا والله ما ضل ببالي. والله العظيم والله ما ضل ببالي. ما لا البنطرون ولا القميص صح؟ لا يبدأ.
الله عجبتك الرحله اليوم. الحمد لله ما شاء الله ما قصرت ما قصرت. بالعكس واجب هذا واجب. عبودي ها ارتحت ونسيت الملابس عجبتك ها حبيبي تستاهل تستاهل. الله عليكم الله يحفظكم ان شاء الله. يعني ان شاء الله تنعاد الامور مثل ما كانت قبل بالموصل. ان شاء الله وجودكم ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله رب العالمين ييسر الامر وترجع الامور طبيعيه. انتم يعني سبحانه وتعالى بعزته وجلاله انتم بعثتكم رحمه. الله يخليك رحمه للعراقيين والله. الله يسلمك هذا واجب هذا واجب. اولادكم واجب لهن بس احنا طبعا يحز بقلبنا هذا المنظر الرهيب للدمار بداخل الموصل كلش تألمت يعني. يعني من رحنا على بيتكم وشفناه انا قلت الله يعينهم شلون كانوا كأنما هزة أرضية. حبيبي شكرا كأنما صادق. اي في مشكلة هذه هذا شو اسمه شو تريد انواع الاكل موجود هنا اي شيء تحتاجه. عبودي انت شو تريد تاكل؟ تبي تشرب؟ ها شوف اكو عصاير عصير شو تريد؟ اكو مشروبات ساخنه. لا عصاير شنو عندنا؟ مشروبات هنا العصائر الطبيعيه. اي عصا اكو عصير برتقال ليمون اناناس مانجو ها فراوله. في هنا حضرتك هنا فراوله تريد؟ فراوله اي فراوله جيب لي اي فراوله واحد. انت شو تشرب؟ فراولة؟ أنا بالنسبة لي ليمون أنا بدون سكر. واحد عصير ليمون. بدون سكر أنت؟ لا فراولة. فراولة اثنين يصير. تمام. هسا شنو تردون؟ زلاطات يعني سلطات تريدون لو تريدون أكل رأساً؟ أكل أكل. 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 أي. هنا فلم؟ أي. في هنا حضرات؟ في مشروم ستيك، بيبر ستيك. أي. تشيكن مشروم. أي أوكي. بيتزا. بيتزا. الفريت طبق كفتة أصابع. القطار صح القطار قوم انزلي كن وصلنا حمام علي القطار قوم انزلي كن وصلنا حمام علي والله طلعنا بالفرقون ونسينا قور الفاف عيني. لنقولهم على البيت نقولهم ناخذكم الجامع لانه مو ما نقدر يوم الجامع احتفال ناخذكم مكان خاص نحتفل ونرجعكم تمام صحيح لانه نقولهم الجامع له خصوصيه وما نقدر نسوي يلا احنا راح نروح طبعا نسوي لهم مفاجاه ما يدرون انه احنا راح نوديهم البيت خاص بيهم يعني بس تحت يعني بس البيت ترى بيتهم لا تقولوا بيتهم مو تقولوا يا اهلا صباح الخير تفضل تفضل يا عريس يا عريس يا عريس شلونك يلا 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 ها زهراء شلونك هلا اخويا شلون صحتك زين ان شاء الله شنو هاي شنو الورد ما كاتب اسمائنا على الورد يلا لازم تكتب اسمي هو اسم استاذه اسيا استاذه اسيا وبابا وماما
زهراء. يلا تفضل تفضل تفضل. اي عيني احنا بالنسبه لنا طبعا راح نروح نوديكم البيت الاخوه المصورين اللي موجودين بالمصر، عندهم مكان يعني عندهم باجهزتهم وكذا، لانه ما نقدر نروح نسوي لكم احتفال، نسوي احتفال صغير بيناتكم. جامع. اي جامع، والجامع له خصوصيه ويعني ما نريد نسوي شو اسمه يعني. تفضل. احتفال صغير ونرجعكم البيت. بس خلاص خلاص خلاص. يلا. تفضل 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 تفضل. تفضل 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 تفضل. اي. يلا يا هذا 1 2 3 شكرا شكرا. يلا تفضل تفضل. وين سيارتنا؟ هنا. يلا تتلللللللم. هلا بعبودي هلا. يا بالصندوق. اي اوكي اوكي. تعال تعال خليه بالصندوق. جيبه جيبه عبودي. هذا الباب له هذا الباب. صباح الخير. شلون الصحة؟ الحمد لله بخير. شلونكم؟ الحمد لله. أكيد مشتاقين العبودي. طبعا أكيد مشتاقين العبودي وأهل عبودي. وأبو عبودي وأم عبودي. إن شاء الله. إحنا نريد ناخذكم حتى تشوفون عبودي. بس هنا المكان شويه تعرف موسيقى وكذا ودق وجامع ما نقدر، فهسه تحضرون نفسكم وتجون وياي ان شاء الله. يلا على السريع لا تاخرون، ترى ينتظرون هنا ان شاء الله. يلا لطلع على تل السبت معي هرجي وكم بنت، لطلع على تل السبت معي هرجي وكم بنت، افرح ونغني بكل وقت، افرح ونغني بكل وقت، والله يا حلوة أهل هلي. تفضلوا. هسه يجي عبودي واهله. تعالوا. يا فندل عملتين وانا تعبت وانا شقيت
بعد عالكيف وسلتي بابو يوسف رجعتين ولد عالكيف وسلتي بابو يوسف سهرتين بليالي الصيف سهرتين واخدتين عفاكي عفاكي على فندي يلا 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 تفضلوا 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 يا حي الله آه تفضل 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 عريس عبودي عريس يلا تعالوا يلا ابو وصل عبودي تعالوا طلعوا طلعوا والديك الجنه يلا يلا تفضل 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 يلا يا عبدو يلا 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 كني هاي هذا عبودي شكرا يلا تفضل 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 يلا تعال 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 شوي ارتاحوا يلا تفضلوا 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 ارتاحوا تفضلوا ارتاحوا تفضلوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الف الحمد لله والشكر رب العالمين يعني اللي علينا احنا سويناه وشون شفتوا عبوديته ما شاء الله صح الحمد لله احنا عبود ايش قصر لك ما شايفته والله يسعد اسبوع الحمد لله عشان انا مو متغير تغير شكله متغير شكله متغير شكله صح الحمد لله الحمد لله لا وصل بعد انا غادي يمثل افلام كاوبوي وهذا على الشفقه هذه ما شاء الله ما شاء الله بطل بطل. ما شاء الله شلون شفتي امك وابوك زينين الف الحمد لله والشكر ان شاء الله احنا ما قصرنا طبعا ويا ريت تكونوا راضين علينا واخذنا عبودي مثل ما شفتوا مريض وحالته صعبة رجعنا لكم إياه شاب وسيم أنيق حلو تمام كان عندك إحساس إنه أو عندك إيمان إنه راح يرجع بهاي الصورة لا والله ألف الحمد لله إنه رجعنا طيب وعيش وما بي شيء هسه صحة الحمد لله كثير مليحة هسه ها عبودي بس بالسيارة بس بالسيارة ندقت بعبودي لا تليفون ماكو شلون تشوفي اخوك زين تعيين جبت تضرين شوفي هالشكل انت وايد شيتي من رحنا وهسه شوف عبودي عزيزه علينا حبيبتي كان عندك احساس هالشكل تشوفي لا والله شفتي بصدق راح يطيب تبكين تبكين
يلا مو مال بيتشي بعد مو مال بيتشي مو مال بيتشي تعال عبودي هذا فضل الله وفضلكم الحمد لله فضل الله هذا فضل الله الحمد لله حضري 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 تعال تعال بوسك تعال بوسك تعال بوسها حنينات الله يخليهم ادش الله يرضى عليك ستات ستي شنو ما عدتها زهراء شنو شفت سويت بسياره بعبودي اي بس زعل بس شنو ما عدتها انت شو تجيبي لها قومي روحي بوسي راسه لاخوك بوسي عبودي عبودي بوسي عبودي بوسي عبودي هسه تعي قعدي تعي قعدي تعي قعدي حرام ما جابوا التليفون ما ضربي ماكو جبتوا له نسيتوه تليفون ماكو التليفون فتحي مبروك يلا هلا هلا بالعافيه عليك بالعافيه فتحي باعي هذا اللي ردي تستاهل تستاهل زهراء الله هذا اللون بنبي فرحان مبروك ما ادري سكار بعد ريد احنا نشكركم وجزاكم الله كل الخير الله يسلمك ما قصرتم معانا وان شاء الله في ميزان حسناتكم كل انتم والكادر باجمعوا ان شاء آمين. الله امين احنا هذا قليل نقدمه ولعمتكم وما قليل معي مع عبودي الحمد لله والشكر الله رجع لي عبودي بالسلامه اشكر الاخ سعد البزاز الله يطول بعمره ويعطيني صحه وعافيه امين يا رب فعمل يعني الشيء المنيح معنا الحمد لله ان شاء الله يكمل لي فد بيت يعني اذا يخشعني أنا قاعدة بجامع أكيد أول حالتي ليش أنتم مرتاحين بالجامع يعني مثلا والله هي غرفة وأنا عائلتي كثيرة لا يعني ها غرفة صغيرة هي ها يعني هاي اللي قعدنا بها أول ما أجينا يعني أخذنا عبودي إيه نعم من يجوني البنات أنا أنام يم الباب أنا وأبو أحمد يعني يصير ازدحام بالمكان ما عندي مجال فإن شاء الله ينظر لحالتي وزوال مليح معي وأشكره جزاه الله كل الخير يعني ما أدري إحنا يعني الحد مسؤوليتنا انه نسوي عمليه العبودي اشكركم أيه. والله ما هذا كلامي ان شاء الله الاخي ان شاء الله سعد البزاز ان شاء الله ما قصرتم وانا اشكر اخوي العزيز وهو مكان والدنا الاخ سعد البزاز الله يخليه وينطي الصحه والعافيه ويديم الخير خيم على العراقيين ان شاء الله اللهم امين اللهم امين وما انسى هذا الموقف الطيب العظيم موقف ما ينسي الله يحفظه يعني بعين الأبوية أن يعني يلطف علينا بيت إذا ممكن يعني هو تدري ظروف البرنامج أكثر من حالة أكو يمكن أستاذة آسيا تقدر تفيدنا أكثر بهذا الموضوع لا مثل ما تفضلت إيه. هم يسوون حالة المرضية وحالات أخرى أيضا ومنفتحين على برامج أخرى ويعني ان شاء الله يصير انا اشوف هسه لو اروح نرتاح وترجعون مكانكم وين يلا يرجعون مكانهم ها لل يا الله يلا تفضل هسه نروح لمكانكم الاول مره شفناكم احنا نشكر ابو البيت اللي طبعا موجود. موجود زين شنو رايكم ايه؟ هذا البيت لكم يا ربي يسرد علينا ويسر على العراقيين
يا ربي يسر علينا ويسر على العراقيين برحمتك يا ارحم الراحمين. والله ما وصلت. اشكرك والله. يلا فرحوا هسه فرحوا 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 يلا فرحوا استاهلون تفضلوا استريحوا ببيتكم استريحوا ببيتكم هذا بيتكم هسه احنا خطار عندكم تعال نشوفه من البيت تعال تعال ابو احمد تعال نشوفه البيت اللهم صل على محمد وآل محمد دخل شوف البيت تفضل الله أنا ما أشوف البيت؟ لازم نشوف البيت. أي هذا. أي. يلا. هذا المطبخ. ها تعال. تعال 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 شوف. تعال شوف. أي أي. تستاهلون 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 شنو رايك بالمطبخ ما شاء الله ما شاء الله يعني حتى مواد بي مواد بي كل شيء مجهز كل شيء جهز خطيه هذا ابو علي هذا استاذ قاسم استاذ قاسم الملاك خلي يجون هنا بالصاله تعالوا تعالوا يلا تعال تفضلوا تفضلوا هنا تفضلوا هذا كله ذوق استاذ قاسم شو رايك استريحوا 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 قعدوا قعدوا استريحوا تعالوا استريحوا يا رب يجعل في ميزان حسناتكم يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يلا ايش تاكلين؟ قول لنا ايش تاكلين انا مال المطعم مال المطعم انا شنو ياكل؟ ها يلا هذا بيكتب قوم يسوي لنا شاي قوم يسوي لنا شاي الله يرضى عليهم الله يبارك فيك تعي بابا تعي صحة وعافية ويحفظكم جميع ان شاء الله انت والكادر كله شفتي متوقعة؟ لا والله ايش قلتي لي بالسيارة؟ قلت لك علوها على الثلاجة ثلاجة على هو ماكو اثاث ثلاجة اي والله انا ما دحين مفاجئة قلت لها بس ثلاجة قلت لك شو بيقدرون سووا عملية بعد يقدرون اي والله عندي ثلاجه صغيره اللي ياخذوها اصحابها صار بيت كامل الحمد لله الله يبارك فيكم يعطيكم الصحه الله يوفقكم ان شاء الله وشوفوا كل خير عليكم الله يوفقكم الله يرضى عليكم هو احنا تعيشوا الكرامه احنا بدنا نسوي لكم مفاجاه الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين هذه انتم اول شيء انتم مفاجاتنا الحمد لله يعني هذه يدومكم علينا يا ربي هاي غرفه من غرفه عبودي منو يا ليش نسيت زهراء 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 الورده يلا 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 هذه غرفتك عبودي هاي غرفتك ها عبودي مددش وين انت يا غرفة تردين هاي هاي السرير يلا هذه غرفة هذا الكنتور مالك شوف ايش قد حلو هذا خصيصا العبودي خبط زهراء وزهراء يدكم وين زهراء وين ها شوف هنا عليها تعلق ملابسك ها تفضلوا 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 يا ابو تفضلوا 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 يلا الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله تحيتوا الحمد لله وشكرا يديم علينا وعليكم الفرحه ان شاء الله ان شاء الله ما تعبناكم لا والله بالعكس ان شاء الله تعبكم الخير كثير الله يديمها ان شاء الله هسه بعد اني يحفظ اولادكم يحفظ اهلكم اكو شغله واحده شنو عندي مفاجاه لكم يا الله تعالوا ورا يلا ورا يلا عيني تفضلوا تفضلوا تعالوا لو تدرون احنا على شنو جاي بيكم اكيد هسه انتم تفكرون اي والله على شنو جاي بيكم زين
تشوفون هذا المحل، هذا المحل مال الصالون. احنا سوينا لكم ثلاث مفاجآت. الله يحفظكم ان شاء الله. المفاجأة الأولى العملية. العملية نعم يا والله. المفاجأة الثانية شنو؟ البيت. البيت. الثالثة شنو؟ صالون. الموبايل. التليفون. المفاجأة الرابعة ايش تتوقعوها؟ انا استاذ سالم. ايش انا اقول لك؟ اول مرة استاذ علي. تفضلي. هذا صالون. اي. بس لا عروسة ابو احمد الجديدة جوا. لا ممكن. لا 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 احنا جايبين على مول الزهراء. لا 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 زوجتي زوجتي ناس زوجتي. اكو مفاجأة يا رب خير ان شاء الله الكم وللجمهور. يا الله يا الله. تعالوا وياي. تعال ابو احمد. تعال عيني. افتح يا سمسم. تفضلوا. هذا باب رزق لك والعائله. ما شاء الله يا ربي. تفضلوا. كلكم حبيبي معبودي ان شاء الله معبودي الله يجيبكم ان شاء الله الله يحفظكم مثل ما فرحتمنا الله يعطيكم صحه وعافيه بالعكس الله يحفظ اولادكم ان شاء الله ميزان حسناتكم وكل موقف معانا وكل مشهد معانا الهي ان شاء الله يدخل رب العالمين جنات النعيم امين يا رب العالمين الهي يحفظكم يحفظكم الحق ان شاء الله يا ربي انتم واهلكم وذرياتكم اشكرك كثير استاذ قاسم يا هلا 100 تستاهلون استاذ سفيان الله يرضى عنه يحفظه على ما عمل تستاهلون 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 سعد البزار محمود الله هذا كله مجهز وباكر تقدرين تسوين بيض الصبح تسلمين حياتك تسلمين الله يحفظك يومية تفتح من الصبح ان شاء الله هسه بعد نروح نروح نجيب العروسه مال ابو لا لا هاي لا لا شكل عافيه بايعين بايعين احنا بايعين تعال شوف تعال نوقف استفتحتوا يلا خذ يلا نفتح يلا يلا ها ها وبايعين الاولاد يمكن شوف الله صل على محمد الله مشترين الاولاد شوف جايين الاولاد مشترين اشكر الاستاذ محمود ابو العباس وست اسيا والسيد استاذ قاسم واستاذ سفيان واستاذ عمار واستاذ عبد الوهاب يحرسكم الله استاذ سعد البزاز وهذا باب رزق لك الحمد لله ما درينا انه انت ما عندك مكان وبعمل محدد انت صاحب عائله ثقيله الحمد لله فهذه مبادره ايضا الشرقيه يعني ان يكون هذا المحل لك الله يديمه للشرقيه ان شاء الله دائما ان شاء الله الله يبارك فيك والله امرك يعني لانه لا ولكم ان شاء الله اريدك تديم حياتك بشكل طبيعي الحمد لله نتمنى يعني لك الخير والله ان شاء الله الله يرزقك على هذا المحل اللهم تكون عتبه البيت خير عليكم يا رب زهراء خير علينا ان شاء الله وترزق زهراء 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 زين زين حلو يلا تفضلوا على الخير على الخير على الخير والبركة كل الخير إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ما قصرنا وياك لا والله ما قصرت كل قصرة والله ما أكو أي قصرة وإحنا خيركم كبير علينا إن شاء الله نروح نبدي بموضوع جديد يعطيكم الصحة والعافية هذا مفتاح البيت الله يبارك فيك ممنون منك وهذا مفتاح المحل الله يرضى عليك هي بالحقيقة لازم يصير هذا مفتاح البيت
لان هي ام البيت وهذا مفتاح ال مفتاح البيت يصير انت تفتحين من الصبح. ان شاء الله كملنا مهمتنا وياكم. تسلمون ان شاء الله، الله يبارك فيكم. مهمه يقويكم على فعل الخير ان شاء الله. ادعونا نكمل مشوارنا لانه عندنا اكثر من حلقه واكثر من حاله ان شاء الله. بالتوفيق والصحه والعافيه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليك. السلام عليك يا اخي العزيز. السلام عليك. هناك مقولة للكاتب المسرحي العربي السوري سعد الله والنوس يقول: نحن محكومون بالأمل. فعلا نحن محكومون بالأمل، يجب أن نعمل على أن يكون هناك أمل، هناك ضوء في نهاية النفق، لا بد أن نسعى إليه، أن نعمل من أجله. برنامج فريق الأمل الذي أعد لكم هذه الحلقة من الموصل لا يقف عند مدينة، وإنما كل المدن هي مدينة واحدة، وكل الوطن هو عراق. هذا البرنامج الذي قدم لكم حالة واحدة هي من مجموعة حالات كثيرة نحتاج فيها إلى الكثير من التعاضد والتقارب والتلاقي والمحبة. نحتاج أن نعيد النظر بأنفسنا بعد أن فقدنا كل شيء، بعد أن تساوى الأرض بالحجر. هذا ما قدمناه الآن هو نموذج بسيط يبحث عن أمل قادم. تصبحون على أمل، وإلى اللقاء. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يعطيكم صحة وعافية. بالعكس. الله يحفظ أولادكم. إن شاء الله ميزان حسناتكم. الله يسلمك. وكل موقف معانا. وكل من شارك معانا. إلهي إن شاء الله يدخل رب العالمين جنات النعيم. آمين يا رب العالمين. إلهي.